اعزائي طلبه الطلاب الصف الثالث ثانوي دفعه 2022 دفعه العام الماضي اللي نتيجتهم بانت منذ ايام. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم طيبين والف مبروك النتيجه للجميع. حبايبي الفتره دي المطلوب منكم تختاروا الكليه. طبعا تختاروا الكليه اللي هيتوقف عليها بنسبه كبيره جدا مستقبلكم. اولا يا شباب عايزك توقف الفيديو وتسمعني بقلبك قبل ما تسمعني بودنك، وتجيب ورقه وقلم وتكتب ورايا. اولا يا شباب مفيش حاجه اسمها الكليه دي حلوه والكليه دي مش حلوه. ركز معايا في اللي بقوله، مفيش حاجه اسمها الكليه دي حلوه والكليه دي مش حلوه. بأماره ان في طب وفي طب اسنان، في صيدله وفي بيطري وطب علاج طبيعي، في هندسه وفي حاسبات، في ألسن وفي اقتصاد وعلوم سياسيه. يبقى ازاي بقى تقول لي الكليه دي حلوه والكليه دي وحشه؟ مفيش كليه وحشه يا شباب، تمام؟ خد بالك من النقطه دي. انا عارف طبعا قله خبره الحياه معاكم في هذه الجزئيه هي اللي بتخليكم تقولوا ان في كليه حلوه وكليه وحشه، عشان كده انا عامل الفيديو ده. طب يا مستر اختار ازاي الكليه؟ على بركه الله، ثلاث خطوات اعملهم في نهايتهم هتحدد ان شاء الله اسم الكليه. طيب رقم واحد، ايه اول خطوه؟ اول خطوه كليه انت بتحبها. ما قلتش كليه حلوه وكليه وحشه، انا قلت كليه انت بتحبها. الفكره جواك من زمان، الفكره جواك من بدايه ثالثه ثانوي، الفكره جواك من نص ثالثه ثانوي او من اخر ثالثه ثانوي او بعد حتى ظهور النتيجه. يبقى رقم واحد انا بحب كليه ايه؟ ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، اعرف كل حاجه عن الكليه دي، دراستها، موادها، مستقبلها، وما اجمل لو قابلت حد دارس فيها وتخرج منها، ده اللي تقعد معاه. تمام؟ واحد، كليه بحبها. اتنين، اعرف كل حاجه عن الكليه، دراستها، عايز قد ايه مجهود، قدراتي، مستقبلها. تمام؟ ده الخطوه رقم اتنين. الخطوه رقم ثلاثه، مزايا وعيوب هذه الكليه. ها؟ طب انا محتار بين كليتين، مزايا دي ايه وعيوب دي ايه؟ طب الكليه الثانيه مزاياها ايه وعيوبها ايه؟ واللي اكثر مزايا واقل عيوب بناء على الخطوتين الاولانيين. اول خطوه بتحبها الكليه، اتنين دراستها ومستقبلها. اوعوا تفرحوا باسم الكليه، ما تفرحش باسمها قد ما تفكر في مستقبلها. يعني تقول لي شرقي ومش عارف ايه وايه وايه، لا اهدى. ها؟ لا، في اسماء معينه اسم، بس ايه المستقبل؟ خد بالك من الحته دي، تمام؟ عشان نبقى متفقين تماما مع بعض. ربنا يوفقكم، اعمل الثلاث خطوات دول وبعد كده استخير ربنا، خلي ربنا يختار لك. في اللحظه دي هتلاقي ان شاء الله احلى كليه هتبقى فيها. كده انا خلصت، بس ما تنساش في الكليه اجعل كل ما هو مستحيل تحدي. ما دام اخترت يبقى مفيش حاجه مستحيله. ما دام اخترت ما تخليش اي حاجه مستحيله قدامك. اذاكر، انتبه مع الدكاتره، احل امتحانات سابقه، اطلع المكتبه، ابحث، امارس مجالي، ابدا في بدري، الاحتكاك. زي ما كنت بقول لكم احنا في ثانويه عامه ان التفوق وليد الاحتكاك. ما دام في احتكاك يبقى في شراره، والشراره هي اول اشاره نحو التفوق والنجاح.
فبعد الخطوات التلاتة ما تنساش هتمشي بمبدأ إنك تجعل كل ما هو مستحيل تحدي. ابقوا طمنون عليكم، ربنا يوفقكم ويجعلكم نحو الاختيار الصائب. شكرا، وإن شاء الله ربنا يكرمكم وتختاروا صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.